دلوقتي بتبدأ موسم جديد ودوري وأول مبارياتك، وبتلعب بقى وبتعوض وبتصالح الجماهير بتاعتك، وده اللي احنا كنا قلناه على فكرة قبل حتى مباراة الأهلي والمصري. سيطرة، استحواذ، انسجام بين اللعيبة، حاجة ولا أروع. صفقات جديدة زي ما انت قلت، تحس ان هي موجودة مع النادي الأهلي. صحيح. يعني ما هياش لسه صفقات حديثة. يعني حتى بالمناسبة يا كريم، التغييرات اللي حصلت تحس برضو تغييرات كانت مدروسة جدا. انت بتعمل 5 لعيبة في تبديل واحد، أمر برضو ما هوش سهل توقيت تحديدا، بتكلم يعني اخر 10 دقائق عشان تقدر ان انت تحافظ كمان على الاستحواذ والضغط. يعني اعتقد لا، يعني كان شكل امبارح مرضي جدا، خليني اقولها مرضي جدا لجماهير النادي الاهلي. ويعني برضو خليني اقول لكم على الصعيد الثاني، يعني اعتقد النادي الاهلي اثر وافقد النادي المصري يعني برضو السيطره بشكل كبير جدا على المباراه. انت كنت ضاغط من بدايه المباراه، كان عندك استحواذ رائع جدا.